بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، اكفنا السوء وسائر المسلمين بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم ارزقنا التوفيق والسداد فيما أقمتنا فيه من أمور ديننا ودنيانا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل لنا فرقانا نفرق به بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ببركة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، وما ترك سوءا إلا نهانا عنه، فوفقنا لأن نلتزم أوامره ونجتنب نواهيه، وخلقنا بأخلاقه الكريمة ما حيينا يا رب العالمين، واحشرنا في زمرته، وتوفنا على ملته ورده عنا، وارض عنا برضاه عنا يا رب العالمين، وأبلغه منا السلام مع كل نفس يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها ومعاليها، شرح مختصر صحيح الإمام البخاري المشهور والمعروف بجمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع الحجة سيدنا أبي جمرة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء كتبه وزواره وذريته في الدارين، آمين. كنا بدأنا منذ يومين في الحديث 42، وهو أول حديث في الجزء الثاني من الكتاب، حديث تخفيف الصلاة المروي بإسنادنا إلى الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه، بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. وتكلمنا على الوجه الأول والوجه الثاني في تعليق المصنف، واليوم نقرأ الوجه الثالث. يقول فيه دليل على تحري الصحابة. احنا النهاردة الرابع، طيب واليوم نقرأ الوجه الرابع، يبقى احنا بقالنا ثلاث ايام، بقى النهاردة ثالث يوم، طيب يبقى اليوم ثالث يوم. الوجه الرابع فيه دليل على فضل العلم. طبعا لان انت طالما عارف اركان الصلاة وعايز تخفف، تخفف بدون ما ايه، ما تضيع اركانها. لكن لو واحد مش عارف اركان الصلاة وعايز يخفف، يضيع اركانها، فهمت؟ فلا بد انك انت، عشان كده يقول لك كان اخف صلاه في تمام، يعني معناه الاركان محافظ عليها برضه، فهمت؟ لكن اللي دخل على الصلاه وهاجم عليها كده ومش عارف اركان الصلاه، يوم ما يجي يخفف يقوم ايه، يبطل صلاته، لانه هيؤثر في اركانها. يبقى زي الرجل مسيء صلاته للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ايه، صلي فانك لم تصلي، بالظبط، لانه ما كانش يعرف اركان الصلاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه اركان الصلاه، قال له إذا أردت الصلاة فكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد
حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها صلى الله عليه وسلم. يبقى علمه هنا الأركان، فيبقى لابد أنه هو يبقى عارف الأركان، وده فضيلة العلم على فكرة. لما تيجي تعبد ربك وانت في الصلاة وعارف دي ركن، بتاخد ثواب الركن بسبعين سنة، وعارف ان دي سنة تاخد ثواب السنة. عشان كده صلاة الشافعية اكثر ثوابا من صلاة غيرهم في المذاهب. مش تعصب عشان انا شافعي، لا دي حقيقة. احنا عندنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، فالشافعي لما يصلي على اعتقاد ان الصلاة على النبي ركن من اركان الصلاة ياخد ثواب الركن بسبعين صلاة من اللي صلى على النبي على مذهب بيقول انها سنة. شفت بقى قد ايه؟ بسبعين صلاة، بسبعين صلاة على النبي. احنا عندنا ان التسليمة الاولى ركن عند الاحناف سنة. انا اما سلم التسليمة الاولى واخد ثواب سبعين تسليم، عند الاحناف هي تسليمة واحدة. كويس؟ مش معنى كده ان الصلاة عند الاحناف بطلة، لا، احنا بنتكلم على الاكثر ثوابا على اعتقاد المصلي. لان خد بالك ان ربك عند ظن العبد، انا خلاص اجتهادي وصلني ان دي ركن، يقوم ربنا يديني ثواب الركن، لان ربك بيعاملك على اجتهادك وعلى فهمك. واضح؟ انا بقرأ الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، اخد ثواب بسم الله الرحمن الرحيم ركن. واحد تاني يقول لك اقرأ الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم سنة، تاخد ثواب السنة. عارف بتاع ثواب السنة ده؟ اما يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ياخد على كل حرف 30. اللي بيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم على ان بسم الله الرحمن الرحيم دي ركن ياخد على كل حرف، اضرب 30 في 70. شفت بقى الفكر؟ فربك بيديك على قد علمك، فلما تعبد ربنا على علم تقوم ايه تاخد ثواب اعلى من اللي بيعبد ربنا على جهل. اهو التاني بيصلي بيقلد ما يعرفش ايه السنه وايه الركن وايه البتاع، ولو نسي دي هيعمل ايه ولو نسي دي هيعمل ايه، ما يعرفش. فده فكرك صلاه ده زي صلاه ده في ثواب عند الله. فرق كبير بين صلاه العالم وصلاه الجاهل، والاثنين عباد وحلوين وكل حاجه ومؤمنين على دماغنا، لكن احنا بنتكلم من جهه الثواب. فربنا سبحانه وتعالى يصيب الإنسان على ظنه وعلى اجتهاده، لأن في مذهب يقول إن كل مجتهد مصيب في الأصول، ولا المصيب واحد يعني اللي وصل للصواب في المجتهدين واحد والباقي مأجور، مذهبان عند علماء الأصول. كويس؟ هل كل مجتهد مصيب ولا المصيب واحد والباقي مأجور غير مصيب؟ مسألة ومبحث وأدلة المذهب الأول وأدلة المذهب الثاني والمناقشات والترجيح، وخش بقى كتب الأصول وقعد يدرس. فهمت؟ يعني الإنسان إذا اجتهد حتى ولو لم يصب فربنا يديله الأجر برضو على بذله الجهد لأن ينفذ شرع الله عز وجل. فما فيش مجتهد آثم أصلاً. مش واحد يقول ايه للشيخ افتيني في الامر ده وخد بالك اوعى تكون غلط لا تروح في داهية، لا الشيخ مش هيروح في داهية ابدا، حتى لو قال غلط هو مأجور طالما وصل لدرجة الاجتهاد. الشيخ مش هيروح في داهية ابدا، انت اللي هتروح في داهية لاعتقادك السيء في علماء الاسلام، وسوء الاعتقاد ده يودي في داهية. فهمت؟ لكن الشيخ في براءة طالما وصل لدرجة الاجتهاد، هو مع الله مأجور على كل حال، إن أصاب لي أجرين وإن أخطأ له أجر. فهمت بقى؟ فهنا بيقول لك إيه؟ فيه دليل على فضل العلم، لأنه به يعرف حد الإجزاء، حد الصلاة المنضبطة اللي لو اختلت تبقى بطلة فيما كلف. يعرف حد الإجزاء وحد الكمال، كل حاجة ليها حدود. زي ما اتكلمنا امبارح قلنا عند الرفع من الركوع لابد ان يبقى اقل من قدر القيام، ما يجيش بقى يقعد يقف يقرأ القرآن والسورة في 5 دقايق ويجي في القنوط يقعد يدعي ساعة تبطل الصلاة.
فهمت؟ لأنه ده مش عارف حد الإجزاء ولا حد الكمال، ده جاهل. حد الإجزاء في الركوع الاطمئنان، وحد الكمال فيه أن يكون أدنى من القيام. واضح؟ فإن ساوى الكمال وقع في الكراهة، ساوى القيام وقع في الكراهة، فإن طال على القيام وقع في البطلان. وصف ستنا عائشة لصلاة سيدنا رسول الله يقول إيه؟ كان يقوم قياما طويلا طويلا طويلا، تكررها 3 مرات. ما هو كان بيجيب البقرة اللي احنا قريناها النهاردة مثلا في 10 ركعات بما فيها العشاء، يعني حط فيها الفجر، قرينا البقرة في 12 ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب البقرة في جزء من ركعة، بقرة كاملة يجيبها في جزء من ركعة، ويجيب معها آل عمران كمان، يبقى ليها حق. هتقول ايه؟ قياما طويلا طويلا طويلا، ثم يركع، وكان ركوعه نحوا من قيامه، نحوا من قيامه، يعني قريب من القيام لكن مش زي القيام، نحوا من قيامه. ثم يرفع، وكان قيامه في الرفع نحوا من قيامه، يعني أقل من قيام. شفت بقى، فهموا الفقهاء إيه؟ إن القيام من الركوع ركن قصير لا يكون بطول القيام للقراءة. فإن قمت قيام طويل أطول من القراءة، يبقى دي صلاة مش بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بيقول صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى الصلاة اللي بيعملوها اللي يقعدوا يدعوا 1.5 ساعة دول في القنوت، دي مش صلاة النبي، دي صلاة مين؟ الجهلة اللي ما يعرفوش حد الإجزاء ولا حد الكمال. عشان كده يقولك فضل العلم بقى إيه؟ إنك تبقى لما تحب تخفف أو تحب تطول تبقى عارف إيه هو حد الإجزاء وحد الكمال. يعني إيه حد الإجزاء في الركوع؟ أنا عشان أبقى راكع، إيه أدنى شيء أبقى اسمي راكع؟ وإيه أكمل شيء اسمي راكع؟ وساعات يقول لك لو تذكر وهو إلى القيام أقرب يرجع للقيام، ولو تذكر وهو للهوية أقرب ينزل ولا يعود. طب إيه هو الحد بقى أن أنا أكون إيه أقرب للقيام، وإمتى أكون أقرب للهوية؟ عشان كل ده حينبني عليه على فكرة أحكام جوه الصالة، يبقى لازم أبقى عارف الحدود. أدنى حد للركوع أن تنحني بحيث يصر كفيك إلى ركبتيك لمعتدل الخلقة. معتدل الخلقة اللي هو إيه؟ اللي هو إيده عند نص فخده لما يقف. لكن في ناس إيده طويلة خلقته كده، يبقى واقف وإيده طايلة ركبته، يجيبوه في التلفزيون لأنه حاجة نادرة. يبقى احنا بنتكلم على حد الركوع، ادنى حد للركوع لمعتدل الخلقة. حتى الترزي يعرف الحكاية دي، اما ياخد عرضك وطول ايدك واخد بالك وياخد طولك، المفروض انك انت اما تعمل ايدك كده وياخد المسافة من الصباع الكبير ده الطويل الاوسط، الصباع الاوسط، يطلع طولك من راسك لرجلك، ده اعتدال الخلقة. فهمت؟ اسمها الهايت والسبان ان انجلش، اسمها السبان وده اسمه الهايت، الارتفاع. كويس؟ فالترزي اول ما يجي يقيسك كده ويروح قايس كده يقول لك على فكره انت عندك ايدك قصيره شوي او ايدك طويله شوي عن المعتاد. يفهمها ليه؟ لانه من كثره قياسه للناس طول النهار عرف مين المعتدل للخلقه ومين غير معتدل للخلقه. واضح؟ يبقى أنت لو كنت معتدل الخلقة، أدنى حد اسمك راكع عشان تؤدي الركوع صح، لازم تنحني بحيث إيدك تلمس الركبة. ياهو نعملها نمثل أهو، شايف أنا إيدي فين؟ ركبتي إيه على فكرة؟ إيه بس مش هشمر أكتر من كده أهو. خلاص شايف إيدي فين؟ يبقى أدنى حد الركوع اسمي راكع، عامل إيه؟ أهو شايف كده اسمي راكع شرع.
فلو عملت كده قلت سبحان ربي العظيم 3 مرات وقفت، صلاتي صحيحه، لان ده ادنى حد الاجزاء. طب والكمال؟ ان اكمل انحناء لحد ما يستوي ظهري، يبقى زاويه قايمه مع القدم، ده اكمل حاجه، ادي حد الكمال. طب وفوق الكمال؟ في ناس تعمل كده اهو، ده بقى مش مطلوب، ده في السيرك بقى، واخد بالك، بيلعب جمباز، بيعمل حاجه تمرينات بطن ظهر، شغلانه تانية، مش هي دي صلاه النبي. فهمت بقى؟ يبقى لازم تعرف حد الاجزاء من حد الكمال. امتى تبقى للقيام اقرب؟ طول ما انت بتوطي كده ايدك لسه ما لمستش ركبك. يعني انا مثلا تذكرت شيء، تذكرت وانا ساجد للسجدة التانية في الركعة التانية، المفروض ان انا ايه؟ اقرأ تشهد، صح؟ طيب انا نسيت، رحت قايم كده، قايم كده، وانا قايم كده لحد ما ايدي جت عند ركبتي افتكرت ان انا ما قريتش التشهد، ليه ينزل؟ واضح؟ لان انا هنا للقعود اقرب، طالما ايدي لسه ما وصلتش لركبتي يبقى انا للقعود اقرب، وانا تذكرت وانا للقعود اقرب يبقى اعود للقعود. طيب فضلت انا قايم كده ونسي التشهد الاوسط وماشي ماشي، ايدي عدت ركبتي افتكرت ما رجعش، لان انا كده تلبست بالركب فما رجعش للسنه، ابقى انا كده للقيام اقرب. شفت حدود الاجزاء مهمه ازاي وانت بتصلي؟ تقوم تعرف ازاي تبقى صلاتك صحيح، ادي فايده العلم. انما في ناس بتصلي مش عارفه الاحكام ويتجرأ، وعلشان راجل وجيه كده حلو يقف كمان يئم الناس، وعلشان كمان حافظ القرآن حلو بتاعه وقرايته جميلة ودقنه طويلة كده جميلة، وجاب كام جلابية بيضة دفة من السعودية من العمرة بتاعت السنة اللي فاتت، واخد بالك، فالناس تفتكره شيخ كبير، خش يا بتاع الدفة، ما ينفعش. وأحيانا يلبس جلابية الأصيل برضه، كويس، راجل أصيل. فالعلم مش بالجلابية ولا بالعمة، هي العلم، العلم ده لازم تقعد عند الشيخ وتمارس الحكاية وتعيش وتقرع والشيخ يفهمك وتتواضع وطول عمر وطول ميراث. ما الإمام الشافعي قال كده على العلم، يقول لك العلم عايز إيه؟ ذكاء وحرص وبلغة وصحبة شيخ وطول زماني، 5 حاجات، ده كلام الإمام الشافعي. ما يبقاش واحد غبي، لازم يبقى ذكي، يبقى لازم ادوات العلم ايه؟ الفهم، يعني يقصد العلم الفهم، ما مش شافعي يقصد بالعلم هنا والفهم، ذكاء وحرص، حريص على انك تتعلم، مش اي حاجه، لا ده انت عندك حرص، زي ما انت حريص كده انك انت تنجح وتتخرج، حريص انك تتجوز، حريص يبقى عندك شقه، حريص تجدد العربيه او تشتري عربيه، حريص على حاجه يعني تسعى ليها، يعني كل ما بعدت برضه تروح لها، كل ما تعبت برضه تواظب عليها، ادي معنى الحرص. يبقى ذكاء وحرص وبلغه، بلغه اللي هي ايه؟ يعني نفقه، حد ينفق عليك يبقى انت عندك املاك بتدر ليك، حد متكفل. وعشان كده العلماء على مر العصور كان في اوقاف تنفق عليهم، عشان العالم من دول متفرغ للعلم، طب وهياكل منين؟ هيلبس منين؟ هيشتري كتب منين؟ ده الكتب دلوقتي غاليه عشان يتعلم. طب وما يجي يتجوز هيتجوز منين؟ وهيربي عياله ازاي وهو اصلا متفرغ للعلم؟ مش كده؟ يبقى لازم في نفقه على العلماء، فكان على مر العصور في حاجه اسمها اوقاف على العلماء تدر عليهم ربح، لدرجه ان كان مرتب شيخ الازهر ايام مثلا الشيخ محمد عبده والمراغي، ايام ما كان الجنيه جنيه، كان 30 جنيه من الاوقاف. عارف 30 جنيه دي دلوقتي؟ ولا 30,000، ده مرتبه الشهري جاي لهم الاوقاف. رخر كان الشيخ لازر ماشي رافع دماغه كده مش محتاج حد، ده كان بياخد 7 جنيه لحمار شيخ لازر، ينفق على الحمار، يجيب لها بردعه محترمه وياكلها برسيم سوبر وحاجات كده، لان دي حماره شيخ لازر مش اي حاجه، ايام ما كان يعني الانتقال بالدواب، ما هو كان فتره ما كانش فيه لسه سيارات. اما تقعد تقرا في تاريخ الازهر ازاي كانوا بينفق على العلماء، عشان كده كان زمان العلماء ايه؟
يقولوا الحق لا يخشوا في الله لومة لائم، ما يهموش السلطان ده ايه، ده احمد دردير دخل عليه حاكم مصر شتمه وخاف منه حاكم مصر، قال له يا حمار يا ابن الحمار، انت لا تفهم كلام العلماء فكيف تجرؤ عليهم، وراح مدد رجله كده. الراجل خرج وبقى يلتفت وراه مرعوب، ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ ان هم امنين على ارزاقهم، مش رزقهم في ايد الحاكم بيديهم بالملي والقطار. عشان كده اول ما ابتدى العلماء يخدعوهم للحكام، ان كان بعضهم خضع، وانا لا ارى ان بعضهم يعني قلة منهم نادرة اللي خضعت، نادرة، كانوا عملوا ايه؟ ان خلوا مرتباتهم في ايد الميزانية العامة للحكومة، فبقى موظف يخصم له مشاء ويدي له مشاء والحكاية كده. لا، لازم بقى، ادي كلام اللي الشافعي يقول لك بلغة، بلغة اللي هو مال ينفق على اهل العلم للتفرغ للعلم. التفرغ للعلم ده محتاج اولا ياكل ويشرب ويعيش ويتجوز ويطمئن على رزقه، ساعتها يلتفت للعلم التفات بالكلية، يقوم تطلع العلماء الأقوياء اللي احنا بنسمع عنهم في التاريخ، العز بن عبد السلام، مش عارف مين ومين أسماء بقى تلوح كده، تسمع الواحد منهم كان أمة لوحده. فهمت ازاي؟ ليه أيام ما كانوا كده؟ يبقى ذكاء وحرص وبلغة وصحبة شيخ، لازم يصاحب الشيخ، ولا يجيب الكتاب من معرض الكتاب ويحطه على الكومودين وجنب السرير وكل يوم يقعد يقرا الكتاب، وبعد سنه يكون جات له الجلابيه البيضه من السعوديه يروح لابسها، وبعد سنه تانية يجي له طاقيه بيضه حلوه كده من السعوديه يروح لابسها، وبعدين يشتري السواك بثلاث تعريفه من عند الجامع ويحطه كده، تكون دقنه طولت في السنتين دول وصلت لحد السره، بقى مولانا العلامه الكبير. مش ده اللي بيحصل؟ ويغشوا الناس، ومن غشنا ليس منا. لو قلت له طب اعرب بسم الله الرحمن الرحيم، ما يعرفش اعربها. طب اقرا كده ربع قران، ترده في ربع القران 10 مرات. اخطاء في القراءه، في المدود، في الغنن. ده احنا لسه في اول الكلام، لسه ما سالناهوش يعني ايه الايه وسبب النزول وايه الحقيقه والمجاز اللي فيها وفين النسخ والمنسوخ، لسه ما دخلنا، احنا لسه في اول. فهمت بقى ازاي؟ والقراءات المختلفة ونسبة كل قراءة لقائلها ومن أي رواية ومن أي طريق، ده احنا لسه في أول الكلام. وكم من يتصدرون الآن للناس ما ختمش حتى القرآن حفظا، فضلا عن أنه يعرف تفاصيل، ده ما ختموش حتى حفظا، يعني ما وصلش درجة الفئة اللي قاعد على التربة. عارف الفئة اللي قاعد على التربة؟ أو ختمه حفظ، صحيح ما يعرفش معانيه، بس إيه برابند؟ تيجي تزور قريبك الميت يقول لك أقرأ لك ياسين يا عم الشيخ؟ يقرأ لي ياسين، يقعد يقرأ ياسين، تدي له 50 جنيه انبسط، يقرأ له ياسين ويقرأ له الصفات ويقرأ له صاد، ما غلطش، برابند. لكن اسأله طيب السورة دي مكية ولا مدنية؟ طيب ونزلت إمتى؟ وأسباب النزول ومش عارف، تفاصيل ما يعرفهاش. فده ما حصلش حتى الفئي اللي قاعد على الطلبة. لا وإيه، وعاملين فضائيات وكبار ومستضافين في كل مجال، وشرايط توزع وهيصة وجهل انتشر، دي المصيبة. فأدي فضل العلم، شوف الحديث بقى يقولك فضل العلم لازم تعرف فضلته، يبقى صحبة شيخ وطول إيه زماني، مش يقرأ له كتاب ولا 10 كتب في سنتين بقى خلاص علامه كبير، لا، طول زمان. الامام الشافعي قعد يدرس مع الذكاء والحرص والبلغه والحاجات دي كلها اللي بيقولها وصحبه المشايخ عند سن 18 سنه قاعد بيدرس من هو صغير، 18 سنه صحبه مشايخ، اجاز له الامام مالك ان يتصدر للفتوى، 18 سنه مع ذكاء الامام الشافعي، خد بالك، مع قدره الامام الشافعي الحفظ. طب واحنا بقى في ذكاء الامام الشافعي؟ احنا مثلا في قدره الامام الشافعي الحفظ؟ لا، يبقى احنا بعد 20 و30 سنه على ما يسمح لينا اننا نتصدر.
فدي الحقيقة. فشفت ازاي الناس المتسرعة؟ يقرأ مثلا الصفحة الدينية في مجلة ميكي لمدة سنة ما شاء الله، يعني هو مطالع لأنه بيشتري مجلة ميكي كل أسبوع، ياخد الصفحة الدينية ما شاء الله اسمه مهتم بدينه، لا وعايز يوسع معلوماته، يقوم يقرأ كمان الصفحة الدينية في مجلة في جريدة الأهرام ما شاء الله، وبعدين يشتري مجلة التوحيد كل شهر، وبعدين يشتري مجلة الأزهر أحيانا، ومطالع ما شاء الله مطالع، يقرأ الحاجات دي كلها ويفتكر نفسه انه بقى عالم. ما ينفعش ده يا استاذ. هو انت لو قريت مجلة طبيبك الخاص جميع الاعداد تبقى طبيب تفتح عيادة؟ والله لو قريت جميع الاعداد وحفظتها، طالما ما قعدتش مع الاطباء الكبار اللي بيشتغلوا وتتعلم منهم الصنعة، وما مرتش على الامتحانات والمناهج المقررة علشان تدرسها، عمرك ما هتبقى طبيب. احفظ كل مجلة طبيبك الخاص بجميع اللغات اللي بتصدر في لندن، واللي بتصدر في امريكا، واللي بتصدر مش عارف فين، حتى اللي بتصدر في الموسكي، اقرا اللي انت عايزه كله، وبعدين في الاخر مش هتبقى دكتور. للاسف في ناس بقى ايه بيطلعوا على الدين بالطريقه دي، يقرا كتب الدين في كتب غير متخصصه على غير المتخصص ان قرأ على الغير، واحيانا كثيره انه يقرا لوحده، وبعد كده يتصدر للناس بوجاهته التي خلقه الله عليها، بلباقته التي أعطاه الله إياها، بقدرة حفظه لبعض الأشعار وبعض الآيات، وحسن الإلقاء والكاريزما. عارف يعني إيه الكاريزما؟ إن يبقى الناس كده ربنا مديها هبة إن الناس تحب تسمعها، تستولي على مشاعر الناس، قدرة كده غير معلومة. هتلر ما كان عنده كاريزما، يعني دي على فكرة هبة ربنا يديها للكافر وللمؤمن، دي لكله مفيش مشكلة. هتلر كان يتكلم يجنن الألمان، لو قالوا لهم ارموا نفسكم يقول واحد يرمي، وهو بتاع قد كده اهو، وكان مجنون، عنده لوسة، عنده نوع من الشيزوفرينيا كده، عنده غرابة كده، حاجات غريبة وتهيؤات، وبالرغم من كده كان عنده كاريزما عجيبة الناس تتأثر بيه. الكاريزما بتاعته دي عملت ايه؟ مات في الحرب العالمية الثانية 40 مليون و60 مليون جريح وصاحب عاهة، ادي الكاريزما، وديته في 60 داهية، فهمت؟ جمال عبد الناصر كان عنده كاريزما، كان برضو يسيطر على الناس، يدي الخطبة 4 ساعات، 4 ساعات خطبة ليه؟ وكلها باسم الأمة مش باسم الله، كل خطبه باسم الأمة، ياه. وتقعد تسمعه حتى لو انت مخالفه تبقى مبسوط كده من طريقة إلقائه ونظرته وبصاته يبهر الناس. ففي حاجة اسمها كاريزما كده. ففي بعض الناس اللي بقول لك عليهم الجهلة دول عنده كاريزما برضه، يقوم الناس تقبل عليهم، واخد بالك ازاي؟ يقوم هو لما يلاقي الناس مقبلة عليه، فلان هيجي يخطب الجمعة تلاقي الشارع والشارع اللي بعده اتسد، طبعا هو جايب عربيته ولقوا الناس دي كلها مستنياه، يوم يجي له وهم كده انه بقى ايه من كبار علماء القوم، يتوهم ويعيش في الاوهام، ادي المصيبه. يوم امتى يطلب العلم بقى؟ اذا كان هو خلاص ظن واعتقد انه هو عالم الوقت. طب فين شهاداته؟ تلاقيه مثلا خريج لغته وترجمه، ده خريج كليه التجاره، ده فاتح سوبر ماركت، ده بيشتغل مقاول بعد الظهر. الله، هي دي شهادتك؟ طب وطلبت العلم امتى؟ يقول لك لا بس انا عندي مكتبه، تعال معايا بعد الدرس ازورك. شوف الدورين دول مكتبه ما شاء الله. اه صحفي بقى، خد العلم من الصحف، كان اللي ياخد العلم من الصحف من غير ملازمه الشيخ يسموه ايه؟ صحفي. والصحفي ده ممكن يغلط لان ممكن يحصل تصحيف، فيقرا زي ما قلت لك سكينه وفار وقف، فهمت؟ زي برضو انا زمان وانا صغير لقيت واحد في احد مساجد الجمعيه الشرعيه، وكنت في سنه اولى ثانوي، بيقول للناس ايه؟ بيقرا حديث المسلم كيس قطن، ولابس عمه كده وعدبه وبتاع، وقاعد يدي في الدرس الجامع، بيقول يا سلام شوف النبي، النبي جميل بيكلمنا بلغتنا،
القطن عشان ابيض فايه، والمؤمن قلبه ابيض، يقوم يبقى المؤمن جسمه ده كيس وقلبه قطن ابيض نظيف نقي. شفت الجمال؟ لا وكمان بيقرا غلط وبيشرح. وهي اصلا كيس فاطن، المؤمن كيس فاطن. واحد تاني، ودي حصلت وقائع، دي حصلت وانا سمعتها، لان انا كنت بصلي من اولى اعدادي لحد ما اتخرجت تقريبا من الكليه في مسجد جامعي شرعي، وكنت اصلي عندهم الجمعه واعيش معاهم واعتكف معاهم وعايش معاهم تمام. عشان كده من ساعتها انا ورثت منهم العدبه، بحب البسها، وهي لها ادله كثيره من السنه. لدرجه كنت بروح الكليه في سنه رابعه طب بالعمامه والبدله، لاني متربي في جمعيه الشرعيه، وجمعيه الشرعيه طالما لبست العدبه يبقى انت خليت بركن من اركان الاسلام. الاسلام بني على ست، الخمسه المشهوره والعمامه بالعدبه، هذه الست. وعند غيرهم الاسلام بني على سبع، منهم اللحيه والنقاب، واخد بالك؟ جهله، شويه جهله ماشيين، ما يجراش حاجه معلش. ففي احد برضو مساجد في هذا المسجد جالنا الراجل علامه كبير، قالوا لنا ده في واعظ جاي من الجمعيه الشرعيه المركزيه اللي هي في المغربلين كانت زمان، وبعد كده نقلوها لايه؟ للجلاء. جاء الراجل فبيقول الصدق مانجا، يعني جميل زي المانجا. يرضيك الكلام ده يعني؟ وهي الصدق مانجا. فهمت بقى اللي ياخد العلم من الصحف يغلط اخطاء غريبه، فهمت؟ فده اسمه صحفي، يعني اللي يقرا من غير الشيخ يفهم حاجات مضحكه، يفهم دين غير الدين. واحنا ده اللي بنعاني منه، ان بيطلع لنا ناس كده مظهرهم مسلمين واهل سنه وجماعه ويجي يتكلم تلاقيه بيقول دين غير الدين. وبعدين احيانا يقول لك المفكر، المفكر الاسلامي، خلاص خليه يفكر يا سيدي، ربنا يكرمه ويفكر كده ان شاء الله، حتى يا رب يفكر انه يترك هذه الدعوه، يا رب يفكر يا رب انه يترك هذه الدعوه لاهل الدعوه ويبقى ملوش دعوه ويعيش كده زي بقيه المسلمين حلو كده يتعلم. ادي معنى كلام الشيخ. شوف الشيخ كانه عايش معانا والله، يقول لك فضل العلم. فيه دليل على فضل العلم لأنه به يعرف حد الإجزاء فيما كلف وحد الكمال، لأنه يأتي بالأشياء على ما أمر بها، لأن الجاهل قد يجعل الكمال واجبا، يعني يجعل الحاجة اللي هي فيها كمال والكمال ده زيادة عن الواجب، فهم؟ يوم يفتكر أن الكمال ده واجب. عشان كده في ناس بيعتبروا أن أي مكروه حرام من الكبائر، يعني حلقة اللحية مكروه على الراجح، هم يقول لك لا حلقة اللحية حرام من الكبائر. شفت ازاي؟ او ده بقى يخرج الاحكام عن حد الاجزاء، يبالغ. اي شيء فيه نهي، قد يكون النهي للكراهة، قد يكون النهي ايه لخلاف الاولى، قد يكون النهي للارشاد، وقد يكون النهي للتحريم، وقد يكون النهي للكراهة، يحتمل كل ده. عنده أي نهي يبقى حرام، وأي حرام من الكبائر. مش في ناس كده؟ هذه مصيبة، ما ينفع يبقى مش عارف حد الكمال من حد الإجزاء، إمتى الحاجة تبقى حرام وإمتى الحاجة تبقى مكروهة وإمتى تبقى على التخيير وإمتى يبقى فيها خلاف الأولى، والفرق بين خلاف الأولى والمكروه، والفرق بين المكروه والحرام، والفرق بين الحرام الكبيرة والحرام الصغيرة. شغلنا درجات كتير، عايز علم بقى، عايز علم كبير. لا هو ما عندوش هذا العلم، لأنه يأتي بالأشياء على ما أمر بها، لأن الجاهل قد يجعل الكمال واجبا فيكون زاد في فرائض الله تعالى. يعني العمامة من الكمال، من كمال الزينة في الصلاة العمامة، هم يعتبروها ايه؟ ما يصليش ورا متعري راسه اصلا،
يعني يعتبر الصلاة خلف من لا يلبس غطاء رأس الصلاة ورا بطلة، يعني خلى الكمال واجب، خلى الكمال ايه؟ واجب، وده غلط. دي اه من الكمال لكنه مش واجب. خدت بالك؟ انتوا مش بتشوفوا المناظر دي كل يوم في بعض المساجد؟ لانه مش عارف حد الكمال ولا حد الاجزاء، علامات الجهل. كنت زمان بصلي في مسجد قايتباي من حوالي 20 سنة او 30 سنة، وكان في راجل حنوتي رحمه الله اسمه حسن، كان مواظب على الصلاة رحمه الله، بالذات الفجر، لا يوجد فجر الا وتلاقي حسن ده موجود، هو اللي يفتح الجامع، ربنا يرحمه ويجعل هذا في صحيفة حسن. وكان يحبني، فعم حسن ده ايه كان يحب يقدمني للصلاة، وانا كنت ايامها ببقى جاي مثلا ايه باللبس بتاعي العادي، جاي مثلا من المستشفى او مثلا مش مغطي راسي، يوم يقلع طاقيته عشان بيحبني، لان في ناس في الجامع يقول لك ايه ما يصليش اللي معاري الراس، فهو ايه عايز يدافع عني يعني بحسن نية، يعني هو الراجل يحبني، يروح قالع الطاقية بتاعته ويدهاني يلبسهاني ويقول اتفضل ام الناس. فرحت انا خدت الطاقية منه وقلت له دلوقتي الطاقية بتاعتك دي بتقلعها لي، اذا كانت من الكمال فانت اولى بالكمال في صلاتك تدهن انا ليه؟ طب انت هتصلي راسك عريان، وان كان غير ضرورية فيبقى لا داعي ان انا استلف منك شيء غير ضروري، لان السلف لا يكون الا للضرورة. كل ده والناس ايه واقفين بقى صفوف لسه ما ابتديناش الصلاة، قعدنا نتناقش انا وعم حسن كده. وبعدين قد يكون عندي انا مرض جلدي البسها اديها لك يجي لك قراع يا عم حسن، وبعد كده يقول لك انت قرعت لي، يقول لك اصل الدكتور يسري ما عنده مرض جلدي فاتعدى علشان بيديله الطاقية، فيبقى من الناحية الطبية غلط، ومن الناحية الشرعية غلط، ومن ناحية الاتيكيت برضو ما يصحش ان انا اقلعك هدومك واخش انا اصلي بالناس بهدومك واسيبك انت. فايه رأيك؟ قام الناس الحمد لله سكتوا، اللي كانوا يقول لك لازم تصلي راسك سكتوا. بعد كده بقينا اصل قايتباي ده كان ايه تهذيب واصلاح، المهندس حسن متربي فيه زي هو عارف يعني المصلين اللي فيه يعني ايه تهذيب واصلاح، لكن ما كنتش تتعامل معاهم بالطريقه دي، يعني باللين احيانا والشده احيانا، وتشد وترخي ما تعرفش تعيش معاهم والا يفجروا المنطقه، فتاخد بالك منه. فربنا يكرمهم جميعا، جميعا بنحبهم وهم الحمد لله بيحبوني بالرغم ان كانوا يخالفوني في الراي بتاعي لان يحبوني، وانا كنت اقول لهم انا علاقتي بيكم لا احبك ولا اقدر على بعدك، زينا كده والمجلس العسكري الان، واخد بالك؟ لا احبك ولا اقدر على بعدك، ما لان لو بعدنا عنه هيحصل فوضى، وهو نفسه برضو من ايه من ازيال النظام القديم، بس ما نقدرش نمتنع، هنعمل ايه بقى؟ لابد يبقى في نظام. فعلاقتنا بيه كعلاقتي مع ايه مصلين قايتباي، لا احبك ولا اقدر على بعدك. احيانا كنت ازعل منهم واصلي في جامعه تانية لمده اسبوع، يبعتوا لي ناس تزورني في البيت ويتحايلوا عليا ومعلش، ما كانوش يقصدوا ويجوا يزوروني يصلحوني، وبعدين اروح اصلي معاهم شهر وبعدين يعملوا فيها فصل تاني، اروح طول السنين كده يصلحوني واروح لا احبك ولا اقدر على بعدك. فربنا يصلح الحال. يبقى لازم الواحد يعرف ايه الحاجة المجزئة علشان يعملها، ايه درجات الاحكام، ايه هو الشيء الواجب، ايه هو الشيء المستحب، ايه هو الشيء المباح، ايه هو الشيء اللي هو يعني من باب اولى. ساعات العلماء يقولك هذا من باب اولى، لا يقولك مستحب ولا يقولك واجب، يقولك من باب اولى. طب ايه يعني ايه باب اولى ويعني ايه مستحب؟ والتاني يقولك مش عارف. كل دي درجات في الأحكام لازم تبقى عارفها أيها الشيخ قبل أن تتعامل مع الناس عشان تنقل شرع الله بالضبط كما نقله النبي لنا صلى الله، وإلا يبقى أنت بتوهم على الناس وتبالغ في الأحكام وتجعل غير المحرم محرم وتجعل غير الواجب واجب، وده يبقى شرع جديد. هي دي البدعة، البدعة أنك أنت تخلي المكروه حرام وتخلي الصغيرة كبيرة وتخلي المباح المباح العادي تخليه مستحب او واجب، وتخلي الواجب ركن من الاركان من اركان الشريعه. طب ليه ده كله؟ عندهم مثلا على فكره بني الاسلام على سبع،
الخمسة المشهورة 8 على 8. كل شوية بنفتكر كلامهم تقوم تزود، ما هي كل يوم أصل إيه، كل يوم بيطلع لهم واحد جديد يبين لهم أهمية حاجة. فباستمرار تلاقي الإسلام بيبنى عليهم على حاجات كتيرة أوي كل يوم، هو أصلا بني على خمسة، بعد شوية لقوا حاجة تانية ضرورية أوي خليها حجم الخمسة، فقال لك اللحية بعد الخمسة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل، وتربية اللحية لمن له لحية، والنقاب لكل امرأة، وإيه تاني، وختان الأنثى. يعني لو ما تختنتش هتخش النار. خلوا الختان اللي هو مكرمة، غاية ما هنالك أنه مكرمة، وأنه إن لم يكن مكرمة أزيد شوية عند بعض المذاهب فهو من باب العادات، فإن بنى عليه ضرر فالضرر يزال من باب أولى. خلوا إيه من الأركان، وإيه ويشتموا علماء المسلمين وعاملين مش عارف إيه وسايتس على النت وفضايح، وهم بيفضحوا نفسهم، بيفضحوا نفسه، هذه المشكلة بتاعته. فربنا ينجينا يا سيدي. كأن الشيخ شافه سبحان الله، مع أنه ميت سنة 699 هجري. يبدو أن في كل عصر في النوعية دي، يبدو أن في كل عصر هذه النوعية موجودة. فيكون زاد في فرائد الله تعالى، أو يكون يجعل زيادة الكمال بدعة، فيكون أيضا يجعل في دين الله ما ليس فيه، أو يكون يجعل حد الإجزاء هو الكمال ثم يأخذ في أنقص منه. يعني يخلي حد الإجزاء هو أقل مجزئ هو ده الكمال، فلما يجي يخفف ما يعملوش، يقوم إيه تبطل. ويجعله من باب التخفيف، يقولك سنة. وعشان كده مرت سنين طويلة كانت ناس تخفف أو في الصلاة، درجة انا كنت بحب اصلي في الجمعيه الشرعيه ليه زمان وانا صغير، لانه بيصلوا صلاه طويله شويه، فانا بحب انا طول عمري الصلاه الطويله، ليه مريحه دي. تروح تصلي تحس انك صليت، تنهج وتروح. والله في ناس تصلي معاهم كده تلاقي نفسك نهجت طب ما لهاش لازمه، احنا عايزين نصلي باطمئنان كده حلو، حتى نفتكر الدعوه اللي احنا ندعيها بدل ما نغلط. وهو الداء العضال، انه يفتكر ان اقل من الاجزاء هو التخفيف، ويفتكر ان التخفيف سنة ويستمر على ذلك، هو ده بقى الداء العضال. فهمت بقى؟ وقد كثر في وقتنا، ده وقته، اما لو قال لي يوم دي كان مات كده بالسكتة القلبية مش هيقدر يعيش. ومثل هذا ينبغي في جميع أمور الدين أن يعرف الشخص القدر الذي يجب عليه وما هو قدر الزيادة المستحبة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وفي رواية زيادة ومسلمة، وإن كان قال لو على كل مسلم يعني يبقى إيه على سبيل التغليب، لكن النساء شقائق الرجال في الأحكام فلابد برضو يتعلموا. بس النساء يجب عليها أنها تعرف أحكام أزيد شوية من الرجل، هي أحكام الحيض والنفاس وما تعلق بها من أحكام، لأن دي ما بيتعرضش لها الرجل. والرجل يعرف أحكام أزيد من المرأة، وهي المعاملات في السوق والبيع والشراء والتفاصيل دي، وواجبات الزوج نحو زوجته، وواجبات النفقة، وكيف يعني يطلب الرزق الحلال، وكيف يجاهد في سبيل الله، وكيفية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكيفية الولادة الولاية والإمامة، واخد بالك، وغير ذلك. فالرجل أيضا مكلف بأحكام وكيفية الأذان والحاجات دي، وصلاة الجمعة وحضورها، خطبة الجمعة، دي حاجات رجالي. يعني المرأة مش مهم تعرفها، فهمت؟ لأن هي لا هتأذن ولا هتخطب، والجمعة غير واجبة عليه. لو عرفتها زيادة خير وبركة، ما عرفتهاش ما أثرتش. واضح؟ وقد كثر في وقتنا ومثل هذا ينبغي في جميع أمور الدين أن يعرف الشخص القدر الذي يجب عليه وما هو قدر الزيادة المستحبة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال العلماء: كل ما كان عليك فعله فرضا فالعلم عليك به فرض. طول ما أنا راجل رزقي على قد مصاريفي ما بحوش، مش واجب علي أتعلم أحكام الزكاة خالص لحد ما ألقى الله كده، لأنه مش واجب علي. أنا ما عنديش أصلا نصاب ورصيد شايله ومحوشه ومر عليه السنة، وبعدين أتعلمها ليه؟
انا لم ابلغ حد الاستطاعه للحج ابدا طول عمري، يبقى مش واجب علي اتعلم احكام الحج خالص. انا مش ناوي اتجوز، انا مبسوط كده وايه ومرتاح كده، مش ناوي اتجوز. ما هو الزواج عندنا سنه مش واجب، حبيت تعمله اعمله، ما حبيتش تعمله تحر، بس المهم ما توقعش في الكلام الفارغ. طيب مش عايز يتجوز، ما يجراش حاجه، مش مهم يتعلم احكام الزواج. طيب انا متجوز ومش ناوي اطلق، مش مهم اتعلم احكام الطلاق. طب انا ناوي اطلق، ما طلقش، اجيب كتاب الفقه واروح للشيخ، ايه احكام الطلاق يا عم الشيخ؟ يقول لك اقرا يا ولد، الواد يقرا يلاقي ان احكام الطلاق دي فيها غرامه كتيره قوي، ده هيدفع المؤخر وهيدفع النفقه على الاولاد وحي مش عارف، وحي هتبقى دار الاقامه للام الحاضنه ولا. وبعدين بعد ده كله عايز يتجوز واحده ثانيه هيدفع مهر ثاني. اول ما يقرا احكام الطلاق، لا يا عم الشيخ انا مش هطلق، الحمد لله كويسه كويسه كده الحمد لله، انا مش عايز، ويروح يصالحها. فهمت ازاي؟ يعرف كمان انه ما ينفعش يطلقها في حيض، في حيض، ولا يطلقها في طهر مسها فيه، والا يبقى اثم شرعا ويسموه طلاق البدعه. يبقى عارف الحاجات دي كلها، مش يروح كده مجرد ان عملت له العشاء فجابت له الرغيف مش متأمر يقول لها انت طالق، ما ينفعش كده. اه انت عايز تطلقها بقى مضايقاك، اركز بقى وهدى وخلي الموضوع في قلبك وتعلم احكام الطلاق كويس، ازاي اطلق وايه الاحكام اللي هينبني عليها، لان دي اصلها عقود. الزواج ده عقد والطلاق ده عقد، وكل عقد ربنا بيقول اوفوا بالعقود، فلازم توفي بكل عقد والا هتقابل ربك مش موفي بالعقد. وبعدين في بينك وبينها عهد، واوفي بالعهد ان العهد كان مسؤولا. فهمت بقى؟ فلازم المسلم يبقى ايه، هادئ الطبع. ما فيش مانع انك تتجوز، اتجوز بس اعرف احكام الزواج. ما فيش مانع انك تطلق، طلق بس اتعلم احكام الطلاق عشان ما تظلمش. عايز تتجوز تاني، ما فيش مانع بس اعرف احكام القسم بين الزوجات والعدل، مش تكد دي بدي وتغيز دي بدي والكلام ده ما ينفعش. كل دي احكام، يبقى لما تحتاج تعمل اي حاجه تتعلم احكامها. هتبتدي التاجر، هتعمل مشروع تجاري، لان انا دورت على وظيفه مش لاقي وظيفه، فلقيت نفسي عندي مبلغ كده ابويا حطه لي في دفتر التوفير من وانا طالب، فلقيت عندي مثلا 50-30 ألف جنيه اي مبلغ، فقلت بدل انا بدور على وظيفه انا هشتغل في التجاره، هجيب بيها حاجة وبيع واشتري. مفيش مانع، حلو، بس تعرف أحكام البيع وأحكام الشراء وأحكام الربا والمعاملات المختلفة وعقد السلم وعقود التقسيط والحاجات دي كلها هتعلمها عشان أنا هواجه بقى الدنيا ويبقى رزقي حلال. فهمت؟ كل واحد هيتعرض لحاجة يقوم يتعلمها، مش هتتعرض ليها مش مهم، هلا مش مهم تعرف. هنبتدي نحارب الكفار، اه نعرف بقى الجهاد في سبيل الله واداب محاربه الكفار ايه، انك انت ما تقتلش امراه ولا تقتل صبي ولا تقتل معتكف في صومعه ولا تهدم البيوت ولا تحرق الثمار ولا تقتل المواشي ولا تلوث البيئه. دي كلها احكام 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 احكام، وبعد كده خش بقى جاهد في سبيل الله ما يجراش حاجه. يبقى كل واحد اما يجي، طيب انا دلوقتي زهقت من الاقامه في المدينه والدنيا زحمه وبتاع، في بعض الاطباء زمايلي كده بعد ما كبروا كده شويه وقرب يتحلل معاه سوا معاش، وهو عنده قد 20-30 فدان في حته، ابتدى يقعد هناك وعمل له بيت حلو وبتاع، وابتدى يشتغل في الزراعه ويربي مواشي، مفيش مانع، حلو، واحنا محتاجين زراعه في بلادنا، بس اتعلم بقى زكاه الزروع، وتعلم بقى لو هتربي مواشي زكاة الإماشية، وتعلم بقى لو هتجيب عمال كيفية المعاملة العمال بطريقة ما تظلمش حد ولا تاكل عرق الغير. كل دي لازم يتعلمها، مش مجرد يهجم كده عشان عندي أرض أروح أزرع. طب ما تزرع أه، بس يعرف إن في حاجة اسمها أحكام متعلقة بالزراعة. وهكذا يبقى كل واحد هيتعرض لأي حاجة، زي هيتعرض للصلاة ويأم الناس، يتعلم أحكام الصلاة، يتعلم القراءة الصحيح. هيشتغل طبيب ويتعرض للمرضى، يبقى يتعلم الطب ويتمرن عليه، وهكذا. يبقى كل واحد هيتعرض لحاجة يتعلمها. واضح؟ طول ما انت ما تعرضتش ليها انت مش مطلوب تتعلمها.
ولا لو مت كمان ربنا مش هيسألك عليه، مش مطلوب خالص، مالكش دعوة بيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال العلماء: كل ما كان عليك فعله فرضا فالعلم عليك به فرض. ربنا أقامك طبيب، أصبح الطب في حقك فرض، يبقى لازم تتعلم الطب وتواكب التقدم العلمي عشان تنصح للمريض أحسن النصيحة، وإلا يبقى بتخون المريض، لأن طلب الطب للطبيب في تخصصه واجب فرض عليه. هو صحيح فرض كفاية على الأمة، لكن يتعين على القائم به. بقيت مهندس، يبقى لازم تطلب علم الهندسة في التخصص اللي أنت فيه على أعلى قدر، وكل ما يتقدم في مجالك تقدم عشان أنت ناصح للمسلمين، تجيب هذا التقدم تفيد المسلمين به وتواكب هذا التقدم عشان تبقى ناصح أمين لهذه الأمة من خلال عبادتك وعملك. شفت بقى الإسلام شامل كل الحياة إزاي؟ لو فهمناه بالفهم الرائق اللي هو أراده ربنا بينا، نبقى أمة شهداء على الناس، نبقى أمة أئمة. أمة النبي دي أصلا أئمة، وجعلناكم أئمة، وجعلناهم أئمة لما صبروا وكانوا بآياتنا إيه؟ يوقنون. فأول ما تبقى الصحابة لما التزموا بهذا بقوا أئمة، أموا العالم كله وحكموا البلاد كلها، لأن تعلموا الدين، نفذوا الدين، عرفوا مطلوب الله عز وجل وهو عدم الإفساد في الأرض والإصلاح وعمارة الأرض ونشر الدعوة بلا إكراه واحترام الغير والرأي الآخر، وكلنا إيد واحدة، والمسلمين والمسيحيين إيد واحدة، مع إن إيد واحدة حتى شعار غلط، المفروض يبقى إيدين اتنين، لأن إيد واحدة ما تسقفش، وإلا هيبقى الشعب المصري مشلول. إيد واحدة يعني مش هيعرف يعمل حاجة، إحنا هتفضل إيد واحدة، طب ومين اللي هيبني؟ ومين اللي هيزرع؟ طب ما إحنا إيد واحدة، ما ينفع. يعني حتى الشعار نفسه ما فيهوش دقة، واخد بالك؟ لكن ممكن يقول نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة، والنفس الواحدة الكاملة ليها دين اتنين. الناس يقول لك ايد واحدة ما تسقفش، فهم؟ يعني حتى الشعار دليل على جهل الناس وانتشار الجهل، حتى الشعار غلط. فربنا ينجينا يا سيدي. قال العلماء: كل ما كان عليك فعله فرضا فالعلم عليك به فرض، لأنه لا يمكن أن يوفى ما عليه، يوفي ما عليه من جهله. والله تعالى أعلى وأعلم. ربنا يعلمنا. يبقى كل واحد ربنا أقامه في حاجة لازم يتقنها. شوف ربنا أقامك في أي مجال، يبقى ربنا تعبدك في هذا المجال، فما تروحش بقى تشغل نفسك بمجال آخر. لا، شوف انت ربنا اقامك في ايه، واكفي هم المسلمين في المجال اللي انت، لانك كل واحد على ثغره من الثغور، كل واحد فينا على ثغره من الثغور ربنا اقامه، مش انت اللي اقامته، اقام العباد فيما اراد، انت ما اقمتش نفسك، ده هو اللي اقامك واقامك حيث ارادك، فهم؟ فيبقى كل واحد يشوف هو ربنا اقامه فين، يتقن هذا المجال بتاعه ويكفي المسلمين هم هذا المجال، بحيث لما يروحوا له يبقى واقعوا على الخبير الناصح الأمين. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.